السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. في تصريحات للنجم الإيفواري ياتوري تكلم فيها عن وضعية اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه الحالي نادي مانشستر سيتي، وقال ياتوري: قبل أن يوقع رياض محرز عقده مع السيتي تكلمت معه في هذا الموضوع وأخبرته بأن الأمر صعب للغاية وأن التشكيلة تتغير باستمرار. وتابع ياتوري: أخبرت رياض محرز بأن مانشستر سيتي فريق كبير فيه الكثير من النجوم وأن غوارديولا يعمل على التغيير بشكل دائم على التشكيلة. وأضاف يايا توري: رياض محرز لاعب كبير ويحتاج الدعم في مثل هذه القضايا من أجل أن يثبت نفسه، لأنه بالتأكيد يعرف جيدا ماذا يفعل وعليه أن يقاتل من أجل أن يضمن مكانة أساسية في الفريق. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا التصريح للنجم الإيفواري يايا توري الذي يخص النجم الجزائري رياض محرز. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.